عشان بنحب الزمالك النادي. يا جماعه مش داخل في حد. مش داخل في حد. انا بقول الكلام ده على مسؤوليتي وسجلوه، الزمالك مش داخل في حد. اه الزمالك عنده مشكله كبيره جدا اسمها القيد. صح. فينجادا ارسل رساله عبر الواتس لاحد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره بالامس، قال له فيها انت طلبت وساطتي وكابتن حازم امام اهو بالاسم اهو طلب وساطتي لفك قيد الزمالك وجدوله مستحقات سبورتنج لشبونه، وانا بعتذر سبورتنج لشبونه رفض. رفض بس ما اتبعتش اي، انا سالت ما اتبعتش انا بقول حاجة لك رسمي لغايه امبارح بالليل مفيش حاجه انا بقول رسمي مين وصلت دلوقتي، للزمالك بالرفض. انا بقول مين دلوقتي ماشي فينجادا، وقلت الوساطه مين حازم وعضو تاني في اتحاد الكوره مين وارسل قعدوا في اتحاد الكوره ماشي. مش عشان بس الراجل اوكي اوكي ما قالش يقول اسمه اوكي ماشي. يعني انت قلت ارسل اسم له على حازم الواتس امام عشان جه عند حازم الاسم التاني مش توسط، هتقول عشان حازم حازم طلب كان ليه دور. توسط، وناس قالت فيتوريا رفض التدخل في ومحمد موجود لو انا غلطان يقول انا غلطان. بس الزمالك فيتوريا فعلا رفض تفاوض مع رفض لعيبه كتير، التواصل وفي تمام. بعض اللعيبه اللي لا حصل انا على بقول طلب دخل في لعيبه في التفاوض، فكره التفاوض يعني انا حضرتك انا داخل اشتري، وده فعلا انا اقدر دخل اشتري، لان حل القيد هيبقى خلال ايام انا اقدر اشتري دلوقتي لغايه لما القيد يتحل مش لغايه ما هتقدر القيد. بس دلوقتي هو سبورتنج لشبونه رفض، ايوه يعني وهيحل لازم القيد ياخد فلوسه كام؟ كم الواحد ونص مليون مليون. دولار تمام؟ احنا خلاص خلصنا هنا في نوفمبر نخش في ديسمبر، ده رقم واحد. رقم اتنين، عمر كمال عبد الواحد اعلنها صريحه ان هو عايز هيلعب الاهلي. في النادي الاهلي، وقال انا مش هستنى نهايه الموسم، العروض اللي وصلته الخليجيه طلبت منه الانتظار لنهايه الموسم عشان يرحل مجانا، عشان يروح مجانا من اي نادي، فقال لهم لا انا مش هخون فيوتشر، وانا قلت الكلام ده قبل كده، مش هخون مودرن فيوتشر، الناس دي لها حق، وانا فضيت لي الغبار اللي حصل لي في الفتره اللي كان مع الكابتن حسام حسن وليه حق عليه، واصبحت لاعب في منتخب مصر مع هو كارلوس مقدر كروش، جدا المشوار بتاعه مع فمش مودرن همشي من مودرن وتقدير الناس فيوتشر دي. ببلاش. تمام ده كلنا متفقين عليه. خلاص يبقى اذا كل الامور تؤدي للنادي الاهلي. ماشي. النادي الاهلي هيدخل في عمر كمال عبد الواحد، هيدخل في عمر كمال عبد الواحد. مع كامل احترامي للكلام النهارده اللي قاله دكتور وليد دعبس ان ما حدش تواصل او مش كلام دكتور وليد دعبس، ما بين السطور تفهم منه انا مستني ايه؟ الاهلي تليفون عدل القيعي، مهندس عدل القيعي او حد من النادي الاهلي، خاصه وان كابتن كمال عبد الواحد كلم الكابتن علاء مهيوب بالاسم برضه وقال له الوضع، قال له ابني عايز الاهلي، قال له خلاص وان احنا موافقين ان احنا نروح، والدكتور وليد موافق ان احنا نروح النادي الاهلي. تمام. ففكره بقى انت تخش في قصه الزمالك عشان تحل ده قدامك كام اسبوع عشان تخش في قصه ان انت تبتدي طب ما تشوف الوضع حدش قال لك حاجه، ما احنا فتوح. بنقول هو بديء يعني الاختيار الثاني، لكن الزمالك دخل على فكره. ما انا بقول لك عشان ادخل. ايوه دخل لازم اعمل ايه يا انسه؟ ما هو عندهم دلوقتي كل اللي انت كنت بتقوله ده كان قبل 48 ساعه من الاخر كده. ال 48 ساعه هل انا هتاف الجمهور غير قرارات كتير جدا في مجلس الجمهور. الاداره، اولا لو كان في نسبه 50% ان هم مش هيتم حل القيد، لا القيد الملف هيتحل. مع مين بتاع سبورتنج لشبونه؟ لا مع كتير بقى، مع عمرو ادهم. عمرو ادهم لا، وما دلوقتي المجلس كله لا متدخل فيه تحديدا، مع عمرو ادهم. ماشي خلاص، خلاص. هم دلوقتي بيحاولوا حتى الآن يجمعوا الفلوس. ماشي جمعوا الفلوس وهيدفعوا. اوكي تمام زي الفل. لان انت عندك اهم حاجه كام قضيه؟ لا عندك كتير بس اهم حاجه لا سبورتنج. في حاجات موقفه القيد. من عندك اول حاجه انت سبورتنج، عندك تشامبونج 300,000 دولار دي كانت سنه. ما هو التوتال داخل في 2 مليون دولار. طيب ماشي. انا لازم 2 مليون دولار هتتكلم في 100 مليون جنيه تقريبا. في دلوقتي حلول وفي دلوقتي تجمع لبعض رجال الاعمال بالفعل، وفي تواصل من هو امبارح. فين الصندوق يا ملك اللي حصل؟ لا ما هو الصندوق ما فضوش. هو خلص. ماشي ما خلص، كان 800,000 دولار يا جماعه بالمنطق. فين الصندوق؟ طب هو الملابس بتاعت السله اللي جت مين اللي جابها؟ من ثلاث الأخيرة؟ ايام هنلعب تاني. هنلعب تاني اللي جايبها. ايوه طيب. عشان هو كمل ده جاب له العاب الصالات كلها. اوكي حلو. ايه اللي حصل من ساعه المجلس ما مسك لغايه دلوقتي في اي ملف يتعلق بالامور الماليه؟ انا ما بقولش الناس وحشه، لا لا لا، بس انا بقول ايه اللي حصل؟ ايه التحرك؟ لا لا ما فيش اي حاجه لسه. انت تسمعي ضجيجا ولا طري تحمم. لا ما هو في حاجات هتتحل ببعض الترتيبات التانية. ماشي. دي اللي هنتكلم فيها ومن ضمنها هتدخل شركه الكوره. انا بقى عشان اخش في نقاش او منافسه مع نادي اخد لاعب لازم انا اكون قطعت شوط كبير معاه. انتوا بتتكلموا 48 ساعه والوكيل بيقول البديل، اذا ده ترويج مين؟ الوكيل. بس فعلا حصل، ادي اول حاجه. هل الاهلي متباطئ شويه في القصه دي؟ الاهلي عارف ان في امور كثيره جدا بنسبه متباطئ. الاهلي الحكم القديم اللي بيقولها لا تقاتل عدوك وانتظر جثته عند حافه النهر. انا مش هخش انفع الزمالك بجنيه في موضوع فتوح. خلاص هو كده كده علاقتك انتهت. العلاقه انتهت بين فتوح
وزمالك ومباشره بشكل واضح لا فتوح طايق حد في الزمالك ولا حد في الزمالك طايق فتوح. الموضوع انتهى يعني العلاقه انتهت رسم بس خلاص. وبقى مؤولهم شيكابالا لا شيكابالا طايق فتوح ولا فتوح طايق شيكابالا. وشيكابالا صاحب الفرقه. طب صاحب الفرقه هو المتحكم خلاص خلص الموضوع. بعديه عمر جابر معتمد جمال مش عايز بعديه عمر جابر مش عايز مش عايز كمان فتوح لان هو خرج عن النص معاه فالموضوع انتهى. هل الموضوع ليه علاقه بخروج عن النص ولا ليه علاقه بان اصلا في صعوبه ان انا كنادي زمالك اجدد العقد؟ كل واحد ليه نظر بقى كل واحد ليه وجهه نظر لكن خروجه من المعسكر انا تاني وتالت ورابع انا ضده تماما. طبعا كلنا ضده ده رفض تام. وجهه طيب. فتوح هتكون ايه كده؟ فتوح كده يا هيكمل لغايه نهايه الموسم لان جاله فعلا نادي احد السعودي وقال له هنشتريه يا زمالك هنشتريه هتعرضوا كام؟ الزمالك طلب قال لهم 500,000 دولار. فقال لهم لا احنا عايزين 2 مليون دولار. قال لهم ده احنا دفع لكم 500,000 دولار ست شهور وشايفين ده كتير. ست شهور ايه؟ ده انت من حقك توقع كمان ست اسابيع. فقال لهم لا احنا عايزين 2 مليون دولار. قال لهم لا مش هنقدر ندفع الرقم ده. طب يا فتوح انت عايز كام؟ قال لهم انا عايز 2 مليون دولار وعايز منحه توقيع مليون دولار ودلوقتي خدهم. قال لهم الكلام ده مفيش عندنا. الكلام ده لو حصل لسه حادث لا يسمح بذلك. انا لازم اديك فلوسك في يناير. فمن هنا لهنا الصفقه باظت. الاتفاق السعودي اصلا ما دخلش في فتوح اصلا فعلا لانه عنده 8 لعيبه اجانب غير لعيب اصلا مصاب. بس بيقولوا احتمال في يناير يزودوا عدد الاجانب في الدوري السعودي. ماشي ما هم عندهم 8 لعيبه وعندهم لاعب مصاب عندهم 9 زي قصه حجازي واتحاد جده. ماشي اذا طب انا سالت تحديدا عضو في لجنه التعاقدات في نادي الاتفاق السعودي وتحديدا الاستاذ حسام بدير وهو مصري. يا حسام انتوا بتفكروا في اي لاعب مصري؟ قال لي لا. انتوا بتفكروا في زيزو؟ قال لي لا. بتفكروا في اي لاعب في النادي الاهلي؟ قال لي لا. مفيش ولا لاعب مصري على رادار الاتفاق السعودي. ماشي اذا انت بتتكلم ان الاهلي يفضل يتفرج كده لغايه نهايه الموسم. سيناريو معتز انه يتكرر من جديد. بالظبط.